ورجعنا لكم من الفاصل ولسه الشوربة على النار، واحنا هنقطع مع بعض البصلة علشان نجهز طبق جامد جدا جدا. عمال السكين عمالة تتزحلق ليه؟ هي بدأت تدمع على طول. بصلة كبيرة والنبي لو سمحتوا ابقوا سنوا السكينة عشان انا ايدي مش جامده وانا عماله اعيط. اعيط كده اعيط. هفتح على النار واحط حبه زيت كده. حطينا زيت، هحط البصلة الفريك بيحب بصل كتير. ادي ادي كده وهنقلب زي ما قلتلكم. عايزه لونه يبقى شفاف. هقطع المشروم، هنعمل دلوقتي هجيب هنعمل مشروم بالخرشوف مع الفريك. حلو قوي المشروم، بيعمل طق 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 طق. او خلينا نقول تقطيع المشروم يخلي السكينه تعمل طق 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 في البلاش. هحط المشروم كده. طبعا المشروم بيعمل عمل او هو بديل اللحوم زي ما احنا عارفين. ادي كده دلوقتي الخرشوف ادي كده. وبما اننا بنحط خرشوف يبقى هنحط عصرة ليمون. الخرشوف والليمون حبايب حبايب. ادي كده عايزين نبص على الشوربة. ادي الخرشوف، نحط كمان واحدة هي. ناخد نحط الخرشوف ونقلب كده تقليبة.
دلوقتي هحط معايا الفريك. ادي نقلب كل حاجة مع بعضها ونتبل. هحط جوزة الطيب وملح وفلفل وقلنا ايه؟ قرفة. قلنا البهارات ايه؟ او قلنا الفريك والقرفة حبايب زي كده، الليمون والخرشوف برضو حبايب. لنا نقلب بقى الكلام ده. دلوقتي هجيب مية كده، نغطي ونشوف اخبار الشوربة بتاعتنا ايه. بص الشوربة ريحة تهبل، شكلها خرافة، حلوة قوي قوي قوي. ايه رأيكم؟ هحط لها بقى شوية، انا عايزة لها كزبرة، هجيب كزبرة هاخد حبة تانيين انا عايزة كزبرة كتير. نقطع بقى الكزبرة دي بالسكينة كده. فرمها سنة زيادة. احنا قلنا قبل كده انا مسؤولة الخرط في البيت عند ماما ايام زمان، ودلوقتي في بيتي انا. ادي الكزبرة وارجع اقلب الكلام ده. حكاية نجيب الكزبرة بقى ونحطها. دلوقتي هغرف الشوربة هنديها تقريبا ونغرف. الشوربة ريحتها تجنن، حلوة قوي. ناخد الشوربة ونروح بيها هناك ونحط لها شوية كزبرة كده على الوش. خلينا بقى نبص على ايه؟ على الفريك. ادي الفريك وادي الغطا بيتزحلق. الفريك ما فاضلوش اي حاجة، هو محتاجة انه بس يتشرب ميته، وهو ما بيبقاش هنقول ايه، مش ناشف او مش عامل زي الرز مفلفل، لا بيبقى فيه سنة عصير زي الريزوتو زي الشكل ده.
ريحته وفوايده وشكله كله حلو جدا. خلوني كده، انا هغرفه. نطفي عليه النار ونغرف. ادي مشروم وخرشوف وبصل وحاجات بقى ايه جامدة جدا. ريحته حكاية. هحط عليه حبة بقدونس عشان ايه لون بهتان شوية. خلونا نشيل دي من هنا. خلوني بقى اقول لكم عملنا طبق المشروم ازاي. عملنا النهاردة المشروم اللي بال هو الموضوع اساسا مشروم اكتر من اي حاجة. احنا عملنا الفريك اول حاجة، شوحنا البصلة وحطينا عليها الفريك، وبعد الفريك حطينا الخرشوف، وبعد ما قلبنا تقليبة رحنا مزودين حطينا الفريك نفسه، وحطينا البهارات ملح وفلفل وجوزة الطيب وقرفة. احنا قلنا القرفة والفريك مختلطين ببعض. مقص الليمون هرشه على الوش علشان احنا قلنا الليمون والخرشوف الاتنين مع بعض برضو. نقول الشوربة عملناها ازاي. حطينا بصلة اتشوحت، بعد كده حطينا اللحمة المفرومة لحد ما اتشوحت وبقى لونها بني واستوت، حطينا الخضار وقلبناه شوية، بعد كده الفريك وتبلنا بملح وفلفل وبهارات وقرفة، وبعدين حطينا المية. لو عندك شوربة ممكن تحطي شوربة. حطينا المية، كل ده قعد يغلي لحد ما الفريك استوى، حبة كزبرة على الوش كده، طبقنا يبقى خلص. يبقى احنا النهاردة عملنا طبقين، اتمنى ان هما يكونوا عجبوكم. واشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.